جاي مدرسة قبل انتهاء الفصل الحالي مرحلة ابتدائية ويقولون مداوموا وندرسكم، يجمعون الطلبة اللي بالمدرسة كلهم اللي حاضرين اللي ملتزمين انهم يدرسون، لكن المدرسين ما يبي يدرسون، يقول لك المنهج خلص، والتربية تقول ما عندنا عدد الساعات شوي ولازم نزيد عدد الساعات الدراسية. زين وهالعيال اللي مجمعينهم بالصالة تقعدونهم ولا في صفوفهم لا دراسة ولا شغلة ولا مشغلة؟ شوفوا التقرير الجاي مجمعينهم في صالة وحاط لهم مدرسة واحدة تراقبهم، وشوفوا الفوضى اللي بالصالة، شيء يفشل. شوفوا يا يعني أنا ما أقدر، وزير التربية لأنه اعترف قال بالتربية في فساد، شو أقول له بعد؟ قال في فساد وبراويه الخيبة. شوفوا تقرير الخيبة واليهال بالصالة والمدرسة الوحيدة اللي قاعد تراقبه، حكموا انتم اعطيته. عشان باش يعلمون عيالنا البداية، يلا يعني شنو هذا شنو هذا؟ ليش حاطين عيالنا هني؟ ما في تدريس يعني، راح يقيبون عيالنا على الفكره هي على الكتب بس ما في حد بس انت يعني ما في حد يعني. والله هذه المدرسه واقفه هني على هذول كلهم ايش دعوه عليهم؟ وين اللي حاطين المدرسين حق هني حظه يسمس الكتب؟ ايش فيكم؟ ينيتوا سخبيتوا. ونروح على التقرير الأخير، هذا يانا من المملكة العربية السعودية جدة، يقول مو بس عندكم البلدية